البسمة على وجوه الأطفال وإدخال السعادة إلى قلوبهم. أقامت جمعية مصياف الخيرية ضمن أنشطة مشروع موزايك، والذي تنفذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، فعالية أحب مصياف في مدرسة أبي ذر الغفاري بالمدينة. الهدف منه هو التماسك المجتمعي لدعم الفئات المجتمعية بين بعضها، وخاصة بعد وجود المهجرين اللي اجوا على بلدنا، فحاولنا نعمل دمج بيناتهم من خلال اي لاف مصياف، كان اسمه هيك الاوبن دي. جمعية نحن هي نقلات ضمن النقلات النوعية اللي عم نقوم فيها خلال الظروف اللي عم يعيشوها اطفالنا وكبارنا وصغارنا وجميع فئات المجتمع عندنا. فالاطفال اللي شايفين قدامنا بحاجة لشيء غير الغذاء، غير الاكل، غير الشرب، بحاجة لشيء خلينا نقول عايشين جو الطفولة اللي لازم يعيشوا بالأصل. نحن دورنا بهاي النشاطات انه نعطيهم نحن الدعم والرعاية، ونعيشهم مع المنشطين يعيشوا حالة الفرح. تضمنت الفعالية التي شارك فيها نحو 600 طفل وطفلة من أبناء الأسر المهجرة والوافدة إلى منطقة مصياف وأبناء المدينة وذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الأنشطة الغنائية والترفيهية والمسرحية والفنية. حاولنا نعمل أنشطة منها ترفيهية ومنها تركيز ومنها ثقة ومنها تعاون، وهي مو أكثر من أنه نحاول نرسم فرحة على وجوه الأطفال. اليوم الأوبن داي بيحكي عن محبتنا لهي المدينة باسم I love مصياف. الأطفال عم بيعبروا لحبهم لهي المدينة يلي هي جزء من سوريا الوطن الحلو. I love you Syria. I love you Syria. الفعالية تهدف إلى تشجيع الأطفال للالتحاق بالمدرسة، وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد والحد من التسرب في مدارس مرحلة التعليم الأساسي، ليتم اختتام الفعالية بلوحة فنية تم رسمها بأنامل الأطفال المشاركين في باحة المدرسة ومجسم للفعالية أحب مصياف.